السلام عليكم. اليوم مع ام وليد ان شاء الله راح نشوفوا برطة كفتة، طبق سهل وخفيف. وش راح نحتاج في هذا الطبق هذا؟ يعني اصلا باش ننوعوا شويه في الاطباق تاع البطاطا، كما نعرفوا ان اولادنا يحبوا بزاف البطاطا، نقدروا ننوعوا فيها شويه. وش راح نحتاج؟ هنا خديت حوالي زوج حبات تاع البطاطا شويه كبار، قطعتهم مربعات وغليتهم في الماء فقط، الماء فقط حتى طابوا. هنا عندي شويه تاع المعدنوس، حبه بصل صغيره قطعتها رقيقه، وكميه من اللحم المفروم، ملح وفلفل اسود. واش ندير؟ نطحن هذيك البطاطا بالفرشيطه فقط، يعني راح تجينا العمليه سهله. جاوني بزاف لي كومونتير قالوا لي يعني نوعينا في البطاطا. اليوم خممت في هذا الطبق هذا، وعلاش لا، يومي في الفطور ولا في الحشا، خفيف وسهل، يعني تمتم توجديك. ما نعرفوا انه اللحم المرحي يطيب بالخف، اطباق توعوج وسهلين. من بعد واش ندير له هذه البطاطا؟ ندير لها هذيك البصله اللي قطعتها رقيقه، والمعدنوس. اذا ندير لهم هذاك اللحم المفروم كميه اللي حبيتوها بهذه الطريقه. ندير شويه تاع الفلفل الاسود، والملح بطبيعه الحال. نديرو حسابنا ان البطة ما هيش مملحة. اذا نخلط هاد المقادير كامل مع بعض، اللحم مع البطاطا والبصل. هنا بطري شوية سخونة فقط، اذا نجرب نخلط بيدي احسن. نخلطو مليح داك اللحم بالبطاطا والبصل الملح والفلفل الاسود. كما قلت لكم طبق سهل ويجي زاكي بنفس الوقت. حنا نحبو هاد الاطباق اللي يجو يعني زاكيين، كما نعرفو من العائلات الجزائريه تاعنا يعني ما شاء الله. حتى ينسجمو مليح المقادير. بعد واش ندير؟ نعمل كويرات. بهذه الطريقه ونديرهم في الفرينه. اذا نرمدهم في الفرينه، اذا نزيد وحده على هذا. قلت لكم يعني طبق سهل. اذا نرمدهم ونكمل كامل الكرات تاوعي ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. لان هنا سخنت الزيت ونقلي هذوك الكرات تاع البطاطا بالكفته تاوعي، نديرهم في الزيت يتقلاو حتى يتحمروا. اذا نقلي الكرات تاوعي حتى يتحمروا مليح، تاخذوا لون ذهبي باش نحيهم من الزيت كما رانا نشوفوا. اذا نقلي كامل الكره التوعي ونلتقي فيما بعد باش نكملوا الطبق تاعنا. الان جوزو باش نخدم صلصة الطماطم. واش ندير فيها؟ ندير فيها شويه تاع الزيت، كميه قليله لانه الكويرات مقليين في الزيت، لهذا نقلوا شويه الزيت في لاصوص. نسكر فجل الثوم، حوالي 3 فصوص تاع الثوم، حيعطيها طعم ما شاء الله الثوم هذا. نقلي هذاك الثوم تاعي مليح، وبطبيعة الحال ما نخلوش يتحرق. نزيد عليه الطوماطيش مسكرجة، وندير الفلفل الأسود. تاع الملح ما نكتروش بزاف، وندير شويه تاع العكري. شوف العكري حلو احمر حلو. هنا اللي تحب تزيد طماطم مسكره تقدر تزيدها
حسب الاختيار تاعنا. نقلي مليح الطماطم تاعنا. هنا واش ندير؟ نقص النار تماما وهي تتقلى، نحط هذوك الكويرات تاع الكفته تاع البطاطا، نحطهم في هذيك لاصوص طوماط، ونخليها تتجمر غير في غرضها حوالي 5 دقائق ولا، ونطفي عليهم باش هذوك الكرات يتشربوا هذيك لاصوص طوماط. واش نقول لكم، يعني هذا الطبق رغم انه بسيط لكن يجي بزاف بنين بهذه الطريقه. اذا نحط الكرات تاعي تاع البطاطا ونخليهم يتجمروا، نغطيهم ونخليهم حوالي 5 دقائق نار قليله، ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا بعد حوالي 5 دقائق طفيت على الطبق تاعي وراح نسربيه امامكم باش تشوفوا لنا الطبق تاعنا واجد. بسم الله. اذا ها هو الطبق تاعنا كما رانا نشوفوا، يعني كفته بطاطا بصلصه الطماطم، روعه الطبق كما قلت لكم. رغم انه طبق بسيط لكن يجي بزاف بنين وبزاف سهل، يساعد بزاف الاخوات العاملات حتى ربات البيوت اللي معنا. هكذا نغيروا شويه في الاطباق اليوميه تاعنا. اذا ها هو غير بالعقل، لانه هذوك الخبيزات هذوك كي نحطهم في لاصوص يعني يولوا بزاف حساسين. اذا ها هو الطبق تاعنا واجد، نتمنى انه ينال اعجابكم وتجربوه بطبيعه الحال. نزينوه بالانصاص تاع الليمون، كما نعرفوا الحاجه مقليه دائما يتمشى معها الليمون. اذا ها هو الطبق تاعنا واجد، بطاطا كفته ان شاء الله تجربوها وترجعوا لي بالخبر. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.